ده حقيقي، ومشاركة مصر بالفعل في القمة دي بيعود لدورها المهم جدا في الشرق الأوسط وقارة إفريقيا كمان. وعاوزة أقول إن دي هي المرة الثانية يا جماعة اللي بيتم فيها دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشاركة الدول الاقتصادية الكبرى في العالم في قمة زي دي أو قمة المجموعة دي. والمرة الأولى اللي شارك فيها الرئيس بقمة مجموعة العشرين كانت إمتى؟ كانت في سبتمبر 2016 بمدينة هانكتشو بالصين بدعوة من الرئيس الصيني اللي استضافت بلاده القمة. كمان زيارة الرئيس لليابان هي التانية ليه منذ عام 2014، والزيارة دي بتيجي طبعا تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الياباني اللي عقد معاه الرئيس عبد الفتاح السيسي امبارح القمة الرابعة بعد ما كانت القمة الأولى بينهم في نيويورك على هامش اجتماعات الدورة 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وده كان سنة 2014، والقمة الثانية في مصر في سنة 2015، والثالثة في الصين في 2016. والحقيقة اليابان يا جماعة من الدول اللي بترتبط بعلاقات تاريخية مع مصر بتمتد لأكثر من 157 سنة، وده اللي أكد عليه رئيس الوزراء الياباني. وقال كمان إن زيارة الرئيس الثانية لليابان بالتأكيد هيكون ليها دور، ودور مهم جدا كمان في تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، خصوصا فيما يتعلق طبعا بالتعاون التنموي المشترك. وأكد كمان حرص بلاده على تنفيذ المشروعات الثنائية في كل المجالات ومختلف المجالات والمتفق عليها طبعا بين البلدين، خاصة في التعليم، الثقافة، التكنولوجيا، الطاقة والنقل وحاجات غيرها كتير.